الدفاع معدل الدين العام مش قيد داخلي والخارجي، فحضرتك شايف انه ما زال في الحدود الامنه؟ بص، هو المعدل بيجي ازاي؟ تيجي نتكلم فيه كده. المعدل بيجي عن طريق ايه؟ بتقسم قيمه الدين على الناتج المحلي الاجمالي. لو اي واحد فيهم، يعني لو انا جيت قلت ايه قيمه الدين زادت والناتج المحلي الاجمالي اللي بقسم عليه ده ثابت، ده خطوره فظيعه جدا. لو انه الدين زاد والناتج المحلي الاجمالي زاد بس بنسبه اقل، يبقى برضه في خطوره. انما لو انا النهارده بقول ان انا بنمو بمعدل اسرع من معدل نمو الدين، لا يبقى انا ماشي كويس، ما تقلقش. ليه؟ لانه هو الدين بيتسدد من ايه؟ بيتسدد من الايرادات اللي جايه من الناتج المحلي الاجمالي. هو ايه اللي خلى في قفزه في الدين الفتره اللي فاتت؟ عنصرين مهمين. العنصر الاول انه الاقتصاد المصري مر بظروف صعبه و يعني استثنائيه، نتيجه ان السياحه ضربت، نتيجه لانه المنطقه فيها عربده، وبالتالي فرص العمل اللي بتخلق للمصريين قلت. 2 3 مليون بني ادم في ليبيا رجعوا، الخليج ما بقاش بنفس النمو فما بيديش فرص عمل، بل بالعكس في ناس رجعت. المنطقه نتيجه الاضطراب والفوضى اللي فيها، اللي كان بياخد منك منتجات ما بقاش بياخدها، وبالتالي اثر عليك في المصانع هنا. ان كانت الشركات بتاعتك بتطلع تعمل مثلا مشاريع في ليبيا، بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ الدنيا فوضى، ما فيش بتاع، فما بقتش تطلع. كل الوضع ده اثر عليك بالسلب. لما اثر عليك بالسلب برضو نتيجه نقص العمله، ما بقتش قادر تجيب مواد خام، فالمصانع واقفه. لما اثر عليك بالسلب ما خلقش فرص عمل، وما بقاش فيه نمو.